المكان وكان له في الحضور عنوان، دلوقتي أصبح أثر تاريخه يحكي اللي كان، هرم مسلة ومئذنة وتاريخ كبير وزمان، فرعنا ومقدون وصين ومن الرومان واليونان، حنزور مكان ومكان وإحنا بصحبة فلان. صوت العرب من القاهرة يقدم زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان، معكم فيها اليوم الإعلامية والباحثة ليلى أحمد جابر. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين. والنهاردة هستحب حضراتكم في هذه الزيارة إلى مدينة أسوان. النهاردة في زيارة فريدة وجميلة من نوعها في مدينة من مدن مصرنا الحبيبة، هي مدينة أسوان. أسوان كما أطلق عليها مدينة الذهب ومدينة السحر والجمال، هي عاصمة محافظة أسوان، بتبعد عن القاهرة حوالي 869 كيلومتر جنوبا، وبتعتبر أسوان إحدى مدن جنوب مصر، وكمان البوابة الجنوبية تقع في الجنوب، منطقة الشلال الأول لنهر النيل، واللي بيمثل حدا طبيعيا بين صعيد مصر والنوبة. بتقع مدينة أسوان على الضفة الشرقية لنهر النيل، وكانت أسوان بتعرف باسم سونو في عصور القدماء المصريين، ومعناها السوق، لأنها كانت بتعتبر مركزا تجاريا للقوافل القادمة من وإلى النوبة. بعد كده أطلق عليها في العصر البطلمي اسم سين، عرفت كمان باسم مدينة الذهب لأنها كانت مقبرة لملوك النوبة اللي عاشوا فيها آلاف السنين، وكانت حدود أسوان بتمتد قديما قبل الهجرة من إسنا شرقا إلى الجنوب، على أساس أنه بيحاولوا يمدوا حكمهم في الجنوب. أسوان لعبت دور أساسي في محاربة الهكسوس، وحازت جزيرة فيلة موطن الإله إيزيس على اهتمام البطلمة، فقاموا بأكمال معبدها الكبير، وقام الرومان بإقامة المعابد على الطراز الفرعوني للتقرب إلى المصريين. ومن أمثلة المعابد دي معبد صغير في جزيرة فيلة أقامه الإمبراطور تراجان، وتحولت معظم معابد الفراعنة إلى كنائس عندما أصبحت المسيحية الدين الأساسي في القرن الخامس الميلادي، وده اللي أدى إلى انتشار المسيحية جنوبا تجاه بلاد النوبة في مصر والسودان. بعد ذلك ظهر وانتشر الإسلام، عثر على العديد من الكتابات بالخط الكوفي وترجع إلى القرن الأول الهجري، وازدهرت أسوان في العصر الإسلامي في القرن العاشر الميلادي، وكانت تبحر السفن منها على ساحل البحر الأحمر إلى بلاد الحجاز واليمن والهند، وكانت مركزا ثقافيا هاما في القرن السادس والسابع الهجري. أسوان كان بيها ثلاث مدارس، أقدمها مدرسة أسوان والمدرسة النجمية، كما أنشأ محمد علي أول مدرسة حربية في مصر عام 1837.
من أهم قبائل المشهورة في أسوان قبيلة الهلايل اللي هي بني هلال، ويطلق عليهم الجمس، ويعملون في مهن مختلفة. ده بخلاف طبعا الأسوانيين الأساسيين، وهم أقدم من سكنوا المدينة بعد أهل النوبة. وطبعا كان في وافدين من المحافظات المصرية ومراكز المحافظة، وتعيش عدة قبائل منها في أسوان، منها البشرية والعببدة والجعفرة والأنصار. يحرص زوار أسوان دايما على الذهاب إلى السوق التجاري. السوق التجاري هناك سوق كبير جدا، ويسمى السوق التجاري السياحي، لشراء الهدايا والعطارة الأسوانية المميزة، وتعتبر مقصد للسائح العربي والأجنبي. من ضمن العطارة والمواد الغذائية اللي بتشتهر بيها أسوان الكركديه، الدوم والسوداني والتوابل والملوحة الجميلة والمشغولات اليدوية المميزة الجميلة اللي بتعبر عن حياة وحضارة أسوان الجميلة. محافظة أسوان بتضم العديد من المعالم الحضارية والأثرية الهامة اللي بتحتضن الحضارة المصرية العتيقة الجميلة، اللي لما تنظر إليها كأنك بتتكلم مع التاريخ وبيرد عليك. ودي سر إنه بتعتبر أسوان مقصد لآلاف السائحين سنويا، لأنه بتعتمد أسوان اعتماد كلي على السياحة. وكمان أسوان بتمتاز بموقع جغرافي ممتاز لمناخها المعتدل طول السنة. ومن موقع أسوان على ضفاف النيل في الجنوب، ده ميزها عن بقية المدن المصرية. وهناك كمان أسوان في نوع من أنواع السياحة الشهيرة جدا، وهي السياحة العلاجية الخاصة بعلاج الكثير من الأمراض الجلدية، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من المعالم الطبيعية الرائعة، من أهمها شمس أسوان الدافئة اللي بتعتبر إن السائحين اللي كانوا أجانب أو عرب بيجوا بس عشان الخاصية دي، إنه يتمتعوا بالشمس الجميلة الساطعة، خصوصا في الشهور الشتاء، إنه بيجوا يستمتعوا بجمال وحلاوة الجو والمناخ المعتدل والشمس الدافئة الجميلة اللي بتدفيهم في الشتاء. من أهم الأماكن السياحية في أسوان هنلاقي متحف النوبة أسوان، وجزيرة الفانتين في أسوان، وجزيرة النباتات، وضريح الأجاخان، ومعبد فيلة، ومتحف أسوان، ومعبد كلبشة، ومسجد الطبية، ومعبد كومومبو، ومتحف النيل، والسد العالي. طبعا احنا في رحلتنا هاخد حضراتكم في كل الأماكن دي ونتكلم عنها، بس هنقف هنا وقفة عند السد العالي. السد العالي هو سد مائي على نهر النيل جنوب مصر، أنشأه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وساعد السد في التحكم في تدفق المياه مع تخفيف من آثار فيضان النيل في مصر، واكتمل بناؤه عام 1968 ميلادية، وتم افتتاحه رسميا 1971. كان الهدف من إنشاء السد العالي هو إنتاج الكهرباء وتنظيم الري وتخزين المياه ومنع الإضرار من فيضان النيل. وتعتبر بحيرة السد العالي من أكبر البحيرات الصناعية في العالم، وتقع في جنوب مدينة أسوان وشمال السودان. وفر السد العالي لمصر رصدها الاستراتيجي في المياه.
دلوقتي هنتكلم عن مزار سياحي هام جدا في أسوان كمان، وهو مقبرة أو ضريح أغا خان. كان ضريح أغا خان هو مدفن أغا خان الثالث اللي هو السلطان محمد شاه المتوفي في 1957، وبيوجد الضريح على ضفة النيل في مدينة أسوان، وبناء الضريح مستوحى من تصميم المقابر الفاطمية المصرية. بني الضريح من الحجر الجير الوردي على طراز المقابر الفاطميين بالقاهرة، واللي صمم الضريح هو المهندس المصري دكتور فريد شفعي. كان الأغا خان توفى في فيلا بيمتلكها في أسوان في 11 يوليو 1957، ولم يدفن في هذا الضريح إلا بعد عامين من وفاته. وكان في تقليد جميل إنه كانت زوجته الرابعة والأخيرة البيجام أم حبيبة تضع وردة حمراء في كل صباح أثناء وجودها في أسوان، وفي أثناء سفرها خارج مصر كانت بتوصي البستاني بهذا العمل كل صباح. أم حبيبة هي ملكة جمال فرنسا لسنة 1930، واسمها الأصلي قبل إسلامها إيفون بلانس. عاشت طويلا ما بين أسوان وما بين فرنسا، توفيت في مدينة لوكوني بفرنسا في 1 يوليو سنة 2000، وكان عمرها عند الوفاة حوالي 94 عام. وتبع وصيتها انه تم نقل جثمانها الى اسوان لتدفن بجوار زوجها في ضريحه. عندنا كمان مزار هام جدا، وبيعتبر من اشهر المزارات اللي زارها مشاهير العالم ورؤساء العالم، هي جزيرة النباتات بأسوان. جزيرة النباتات هي إحدى المزارات السياحية وأهمهم في أسوان، وهي أقدم الحدائق في العالم، وبتقع حديقة النباتات بأسوان على جزيرة بأكملها، وبتحتوي على العديد من النباتات النادرة جدا. وشهدت جزيرة النباتات العديد من الشخصيات التاريخية البارزة لزيارتها، من أهمهم نهرو رئيس وزراء الهند، وجوزيف تيتو رئيس يوغوسلافيا، والملكة إليزابيث ملكة بريطانيا. الشيء الطريف بقى أنه هنجيب قصة جزيرة النباتات قبل ما تبقى جزيرة النباتات، هنجيب اسمها القديم وتطور الأسماء فيها إلى الآن لقينا استقرار جزيرة النباتات. جزيرة النباتات كان بيستوطنها النوبيون وسموها حديقة النترون، بعد كده استخدمها الإنجليز في أواخر القرن 19 كقاعدة عسكرية، ولكن الملك فؤاد الأول قام مرة أخرى بتغيير اسمها لتصبح جزيرة الملك. إلى قامت الثورة المصرية في يوليو 52 ليأمر الرئيس جمال عبد الناصر ويطلق عليها اسم جزيرة النباتات، موجودة إلى الآن باسمها إلى وقتنا هذا. تعتبر أسوان من أكثر مدن مصر شاعرية، أولا لموقعها في جنوب مصر، وهو مكان ستستمتع به باستكشاف التاريخ الملحمي لهذه البلدة، تتجول في أشهر جزيرة في أسوان وهي جزيرة فيلة، وتستكشف أطلال معبد خينوم. ومن أجمل ما قيل في أسوان، والكلام اللي أنا هقوله دلوقتي قاله أدبنا الكبير عباس محمود العقاد في أسوان: ولدت فيها بمشيئة القدر، ولو ملكت الأمر لولدت فيها بمشيئتي. هكذا قال الأديب الكبير عباس محمود العقاد عن أجمل مدن مصر ومشتى العظماء في العالم، حيث ولد ومات في أسوان، وما زال قبره في منتصف المدينة مزارا سياحيا
لكل رواد المدينة الجميلة لطبيعتها الغناء وأهلها الكرام. وعدنا حضراتكم بأن هنلقي الضوء على الأماكن الأثرية السياحية في أسوان بالتفصيل. جينا دلوقتي لأول مكان ومزار سياحي أثري في أسوان وهو جزيرة أجيليكا. أجيليكا تعتبر من الأماكن الأثرية والسياحية اللي بتتميز بالشعبية والجاذبية للزوار السائحين في أسوان. يوجد بيها المتحف المصري القديم اللي تم نقله إليها بعد فيضانات نهر النيل، وتقع الجزيرة في خزان أسوان القديم، وكمان تم نقل له معابد فيلة، وتعتبر جزيرة محاطة بالمعابد التاريخية والجزر والصخور الطبيعية الخلابة. وعايزين كمان ما ننساش ان نعطي حضراتكم فكرة بسيطة ورائعة عن إتاحة الاستمتاع بجولة بحرية لكل الزائرين حول الجزيرة ومعالمها الفريدة ومشاهدة الصور الفرعونية الجميلة على الجدران والتقاط أجمل الصور التذكارية. مكان أو تاني مزار أثري سياحي في أسوان وهي جزيرة الفانتين. بتضم جزيرة الفانتين في أسوان العديد من المعابد الأثرية، من أهمها معبد أسوان، بالإضافة إلى القطع التراثية القديمة النادرة وهي من جزر أسوان الجميلة الجذابة. وتعتبر جزيرة الفانتين بيسكنها النوبيين بما يميزهم بمنازلهم المبنية بالطوب اللبن ذات الألوان الزاهية الجميلة اللي بتجذب السياح مع أعمالهم الفنية واليدوية الجميلة، وكأنك ماشي في لوحة فنية جميلة من إبداع الخالق العظيم. وكمان الناس الموجودة اللي بتحافظ على التراث وعلى التاريخ، وعشان كده دايما وأبدا هتفضل مدينة أسوان مدينة سياحية تاريخية أثرية رائعة. كمان بيقبلون عليها وبيرسموا الرسومات الجميلة، وكمان بيتصوروا صور قريبة من الجدران في الجزيرة بما تحتوي من رسومات رائعة. وكمان الجزيرة بالذكر اللي احنا عايزين نقول ليه اتسمت جزيرة الفانتين. اتسمت جزيرة الفانتين لأن نسبة إلى أشكالها التي تشبه أنياب الفيل، ولذلك سميت جزيرة الفانتين. We'll be right back.
هنيجي لثالث مزار معانا، مزار مشهور جدا وهو معبد فيلة. معبد فيلة من المعابد الجميلة الجاذبة للسياح، وأيضا تم إنقاذه من الغرق بعد بناء السد العالي عن طريق منظمة اليونسكو، ونقلوا من جزيرة فيلة زي ما قلنا بعد إنقاذه من الغرق بعد بناء السد العالي، ويضم العديد من الأعمدة الضخمة اللي منحوت عليها الزخارف والنقوش والجدريات ذات الرسومات الرائعة اللي عصرت العديد من العصور التاريخية القديمة ذات البناء المعماري. وصلنا دلوقتي إلى معبد كومومبو، وإحنا دلوقتي مع حضراتكم في معبد كومومبو على ضفاف نهر النيل. بنقول إنه أول حاجة ممكن تيجي على بالنا، اتبنى إمتى هذا المعبد؟ هذا المعبد اتبنى في العصر البطلمي، وهو من أهم المناطق السياحية في أسوان. ويتميز معبد كومومبو بأنه له مدخلان متطابقان، بالنسبة لمرحلة الدخول إلى داخل المعبد، وبيضم كمان على العديد من القاعات، وكمان مجموعة خيالية من التماثيل اللي لها قدسية خاصة عند القدماء المصريين، وكمان التماسيح المحنطة الموجودة بجوار المعبد. وللوصول إلى معبد كومومبو مفيش طريق غير إن إحنا نقوم برحلة نهرية ممتعة للوصول إلى معبد كومومبو. وصلنا مع حضراتكم إلى مزار آخر سياحي أثري تاريخي في محافظة أسوان، وهي جزيرة سهيل. بتعتبر جزيرة سهيل من المزارات التاريخية والسياحية المميزة لأنها لها طابع سياحي متميز من جمال الطبيعة وعراقة التاريخ. فشوفوا حضراتكم لما تجتمع المنظر الجميل وعراقة التاريخ. من أبرز الأماكن اللي في جزيرة سهيل هي القرية النوبية القديمة اللي كانت مصدرا للجرانيت المستخدم في تشييد المعابد والمسلات العملاقة، وكمان بيضم الكثير من اللوحات الفنية التاريخية، من أشهرها لوحة المجاعة المنقوشة باللغة الهيروغليفية. بعد ما خلصنا جزيرة سهيل هنخش دلوقتي على معبد أبو سمبل. معبد أبو سمبل كل من زار هذا المعبد بيطلع ويحكي قصة من التصميم الجميل والهندسة الجميلة اللي بتجمع ما بين القديم والحديث. يقع هذا المعبد غرب بحيرة ناصر، وتم أيضا إنقاذه من الدمار من خلال منظمة اليونسكو، واللي قام بتشييد هذا المعبد الملك رمسيس الثاني، وخصص المعبد الكبير له للملك رمسيس الثاني، ويوجد به 4 تماثيل ضخمة للملك و4 تماثيل صغيرة عند الأقدام لأبناء الملك ووالدته وزوجته. ومن أهم ما يجذب العالم كله لهذا المعبد هي ظاهرة بتحدث كل عام، وهي تعامد أشعة الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني في يوم عيد ميلاده ويوم تتويجه على العرش. دخلنا دلوقتي إلى متحف النوبة. متحف النوبة بيضم العديد من القطع الأثرية من مملكة كوش النوبية القديمة، وكمان مجموعة من الصور القديمة بالأبيض والأسود لمشروع اليونسكو. ده يعتبر يعني توثيق لمشروع اليونسكو في مصر. وكمان في إنقاذ معبد أبو سمبل ومعبد فيلة، وأيضا مجموعة من التماثيل المميزة من أبرزها تمثال رمسيس الثاني، ويوجد قسم خاص للحرف اليدوية النوبية والفنون الشعبية الفريدة. هنخش دلوقتي معبد تاني من المعابد الأثرية الجميلة في أسوان، وهي معبد كلبشة. تم بناء معبد كلبشة في أوائل العصر الروماني في جنوب أسوان، وبيعتبر معبد كلبشة من أبرز المزارات السياحية في أسوان،
وبيتميز بتصاميم معمارية رائعة، وخصص هذا المعبد لعبادة الإله مندوليس إله الشمس النوبي، وكان مهدد بالغرق ولكن تم نقله إلى بحيرة ناصر بواسطة منظمة اليونسكو. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى مزار سياحي وأثري وهو متحف أسوان. متحف أسوان تم بناؤه لغاية جميلة جدا، كان لازم يكون في مكان للحفاظ على الأثار، عشان كده تم بناء متحف أسوان للحفاظ على الأثار اللي تم العثور عليها من خلال حفر السد العالي. ويقع في جزيرة الفانتين، ويتميز بضم قاعة كاملة تسمى قاعة خينوم، وهي مخصصة لعرض تابوت ومومياء الكبش المقدس. في نهاية زيارتنا وجولتنا النهاردة في برنامجكم زيارة مكان بصحبة فلان، بندعوكم بزيارة مدينة أسوان الجميلة، لو تشاهدوا على الطبيعة جمالها والحضارة الجميلة والأماكن المميزة بالمدينة. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، مع تحياتي الباحثة والإعلامية ليلى أحمد جابر. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين.